تحية طيبة مجددا. قائد البحرية الإيرانية التابعة للحرس الثوري يقول إن مناورات الرسول الأعظم تهدف إلى مواجهة كل من يخل بأمن الخليج. وقال الجنرال رضا تنكسيري إن رسالة المناورات هي رسالة صداقة لكل الدول المسلمة، وإنها لا تشكل تهديدا لدول الجوار، لكنه أيضا حذر من أسماهم بأعداء إيران الإسلامية من استغلال الوضع في الخليج. التصريحات الإيرانية تأتي بعد وصف الولايات المتحدة لهذه المناورات بالمتهورة، وأيضا بعد تأكيد واشنطن أنها لن تؤثر على نشاطها العسكري ونشاط تحالفها في المنطقة. فما الذي يختلف في هذه المناورات الإيرانية عن سابقاتها؟ وهل زيارات قائد الأركان الأمريكي والمبعوث الأمريكي لإيران إلى المنطقة تعكس مستوى جديد من التهديد والتصعيد في المنطقة؟ وهل يمكن لإدارة ترامب أن تقوم بعمل عسكري قبل الانتخابات الرئاسية المقبلة؟ هذا ما نطرحه في ملفنا الثاني هذا المساء. مناورات إيرانية في عرض الخليج غرب مضيق هرمز تشارك فيها القوات البرية والبحرية. مناورات الرسول الأعظم شهدت إطلاق صواريخ وتدريبات للرادارات والطائرات بدون طيار، إلى جانب عملية زرع ألغام وقطع خطوط الاتصال. ذروة المناورات كان تدرب الحرس الثوري على تفجير حاملة طائرات أمريكية في مضيق هرمز. البحرية الأمريكية وصفت المناورة بالمتهورة وغير المسؤولة، معتبرة أنها تعرقل الملاحة في منطقة استراتيجية بالمضيق. طهران تقول إنها تناور لكي يفهم من تصفهم بالمتآمرين أنهم سيدفعون ثمنا باهظا، خصوصا بعد اعتراض مقاتلة أمريكية لطائرة ركاب إيرانية في الأجواء السورية، اعتراض تتحدى طهران واشنطن بارتكابه في مضيق هرمز. لقد أمرنا وحداتنا البحرية باستهداف القوارب والقوات الأمريكية، وذلك في حال حاول تعريض سلامة سفننا أو قواربنا للخطر. حدة التوتر بين الولايات المتحدة وإيران تصاعدت عندما أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب انسحاب بلاده من الاتفاق النووي، وأعاد فرض العقوبات على إيران، عقوبات خفضت من صادرات إيران النفطية. وفي السنوات الأخيرة حدثت مواجهات متفرقة في الخليج بين الحرس الثوري والجيش الأمريكي، الذي اتهم البحرية التابعة للحرس الثوري بإرسال زوارق الهجوم السريع للتحرش بسفن حربية أمريكية أثناء عبورها مضيق هرمز. أرحب بضيوفي الكرام، دكتور شاول يناي المختص بالشؤون الخليجية، أهلا بك. دكتور عماد عبد الهادي من واشنطن عبر خدمة سكايب، أهلا بك. وأيضا سينضم إلينا لاحقا الأستاذ موسى الشريفي خبير الشؤون الإيرانية. أبدأ معك لكن دكتور عماد، إذا مناورات إيرانية عسكرية كبيرة، حجم هذه القوات، نوعية الأسلحة، أيضا مجسم لحامل الطائرات أمريكية تدمرها القوات الإيرانية، لا توحي بأن إيران ترسل رسالة صداقة وود كما يقول الحرس الثوري؟ إذن واشنطن كيف التقطت هذه الرسالة الإيرانية؟ أهلا بكم بضيوفك الكرام وبالمشاهدين الأعزاء. أولا وقبل كل شيء، إيران تلعب بالنار بالمعنى الحرفي للكلمة. المواجهة الأخيرة التي وقعت بين طائرة إيرانية لخطوط ماهان وبين مقاتلتين أمريكيتين كانت استفزاز متعمد من قبل إيران. إيران تعلم جيدا أن هذه المنطقة فوق قاعدة التنت، محظور الطيران فوقها لأن هناك قوات أمريكية هناك، وهذا معلوم للجميع. ولكن إيران تريد أن تستفز الولايات المتحدة وأن تصنع زوبعة من لا شيء، وتتهم الولايات المتحدة بأنها عرضت الركاب للخطر إلى آخر كل هذا الهراء. المناورات الأخيرة تصب في نفس الاتجاه. أعتقد أن إيران تحاول أن تستفز الولايات المتحدة بكل الطرق. إيران تدرك منذ فترة ليست بالقصيرة أن الرئيس ترامب ليس رئيسا يهوى خوض الحروب، وأنه تردد أكثر من مرة في توجيه ضربة قاسمة لإيران باستثناء اغتيال قاسم سليماني. نعم. والتي كانت بالفعل ضربة قاسمة. هم يعتقدون خطأ أن باستفزاز الولايات المتحدة قد ينجر الرئيس ترامب إلى حرب مع إيران، ومن ثم
يضمن هذا خسارته للانتخابات ليعودوا للارتباء في أحضان الديمقراطيين. كل هذه المحاولات الولايات المتحدة تنظر إليها بشيء من دعنا نقول السخرية. لن تسمح لإيران أن تفرض معركة عليها. الولايات المتحدة هي من تختار توقيت ووقت توقيت وزمن المعركة. ومن ثم إيران أيضا في حالة يرثى لها تريد أن تحرق قضيتها بأي طريقة. فقدت الأمل تماما في أن يصطف الاتحاد الأوروبي معها لأي سبب من الأسباب أو في رفع العقوبات، وهي تعاني ضائقة اقتصادية خانقة، وبدأ تمييلها للميليشيات الإرهابية في المنطقة يضعف تدريجيا. نعم دكتور شاؤول، هذه المناورات الإيرانية الكبيرة في الخليج وأيضا في مضيق هرمز يبدو أنها تتطلب وحدة خليجية بين هذه الدول، لكن لا يبدو أن هناك موقف خليجي موحد تجاه إيران. نرى اصطفافات أيضا. نعم، الخليج ليس متحدا بما يخص إيران. قطر مثلا غير ليس موجود لا في الجانب السعودي ولا الإيراني، وعمان تقوم باتصالات وعلاقات جيدة مع إيران، وهذا يدلنا ويقول لنا أنهم ليسوا موحدين، وأن العربية السعودية أيضا لديها دعم أمريكي. الدول الخليجية لا يريدون حربا مع إيران، ولكن علي أن أقول لك شيئا. من ناحية عسكرية الجيش الإيراني لا يمكنه أن يفوز ضد هذه القوى المحلية، حتى إن لم تكن القوى الجوية مستندة ومركزة لن ينجح. ونحن أيضا رأينا المراكز العسكرية الإيرانية وهي قديمة جدا في السعودية أو في العراق، حتى لديهم قوة عسكرية أفضل، لديهم أيضا عدة مراكز عسكرية أقوى، ولكن الإيرانيين قاموا بتطوير شيء آخر وهو الذي يقلق الجميع في الخليج. لا يريد دون أن يحاربوا بالطريقة الحديثة ضد هذه الدول في القوى الجوية والطائرات الحديثة، ولكن هم يخوضون حربا أخرى مختلفة في ما يخص الصواريخ المتطورة لإيران لكي تصيب القدرة والرغبة في الدول العربية هذه لكي يخوضوا الحرب. وهم يفهمون ذلك، يفهمون أن العرب السعودية في اليمن لن يخوضوا الحرب فعلا، وأيضا يعرفون أن الأمريكان ليسوا مهتمين بالحرب، ولذلك الإيرانيين مستعدون لأن يؤجلوا هذا الموضوع. الإيرانيين أيضا يعرفون أن قواتهم العسكرية محدودة ووضعهم الاقتصادي في إيران مزر فعلا، وجيشهم أيضا لم يعبر أصلا المسار التجهيزي، ولذلك هم يتوجهون لهذه الصواريخ. في شهر أيار كان لديهم مناورة أخرى، هم قاموا بإصابة 19 جندي ولكنهم تابعون لهم، ولذلك قوتهم العسكرية محدودة فعلا، وهم أيضا ليسوا مهتمين بهذه الحرب وليس لديهم أي ربح من وراء هذه الحرب. وأيضا القوة العسكرية هذه ليس الجيش الإيراني، ولكن الحرس الثوري يضرهم، ولذلك عليهم أن ينصعوا فقط لأوامر القياديين مثل هامنائي، ولذلك هو الذي يقودهم وليس المصلحة الإيرانية. دكتور عماد، أيضا الولايات المتحدة وصفت هذه المناورات الإيرانية في مضيق هرمز والخليج بالمتهورة، لا سيما بعد ضرب مجسم لحاملة الطائرات الأمريكية. وقالت أيضا واشنطن بأن هذه المناورات لن تؤثر على تحالفاتها وتحركاتها ونشاطها العسكري في المنطقة، لكن في الماضي أيضا لم تتردد القوات الإيرانية والحرس الثوري، دعنا نقول بالتحرش إن صح التعبير، بالقوات البحرية الأمريكية في الخليج. هذا صحيح. إيران تستمر لعب دور الدولة المارقة.
والمحاولات الأخيرة لاستفزاز الولايات المتحدة بالفعل هي ليست قادرة بأي درجة من الدرجات على مواجهة عسكرية من الولايات المتحدة، ولكنها تريد أن تستثمر هذا الدور في الداخل الإيراني. هذا هو ما تبقى للنظام في إيران أن يقوم بحشد الجماهير وراءه، وهذه الجماهير في غاية الغضب والإحباط، وهو غضب مكبوت حتى الآن باستثناء ما خرج من مظاهرات وحجاجات قبل نحو عام. هناك ضائقة اقتصادية شديدة جدا، هناك جائحة كورونا التي فشل النظام حتى الآن في السيطرة عليها. فالطريقة الوحيدة الكلاسيكية المعروفة في كثير من دول العالم الثالث لحشد الجماهير وراء نظام ما هي خلق عدو خارجي أو استثمار عدو خارجي قائم بالفعل. ومن هنا تأتي هذه المناورات الإيرانية، وحتى مسألة ضرب مجسم هيكلي لحامل الطائرات أمريكية. إيران تعلم جيدا أنها لا تخيف أحدا بمثل هذه الأفعال، ولكن هي تحاول أن تحشد الجماهير داخلها. أيضا دكتور عماد، نتحدث أيضا عن التقاط إيران لصور جوية، صور لقاعدة عسكرية أمريكية في قطر أيضا، هل يشكل خطرا؟ نعم يشكل خطرا. القوات المسلحة الأمريكية والولايات المتحدة متيقظة تماما، وهي تسيطر كما يعلم الجميع على السماوات في هذه المنطقة. هذه النقطة. النقطة الأخرى، الرد الوحيد الذي تقوم به إيران وهي حاليا قامت به عدة مرات وآخرها قبل يومين هو في العراق، استهداف قاعدة أمريكية، استهداف المنطقة الخضراء التي تقع فيها السفارة الأمريكية. يحاولون بكل الطرق أن تتحول العراق إلى ساحة حرب بين الطرفين، وبهذا أو بهذه الطريقة تحديدا هي الطريقة المفضلة لإيران. لا تحارب أبدا بجنودها، إنما تحارب بجنود الآخرين، وهو واضح في سوريا وفي لبنان وفي اليمن وفي أماكن كثيرة جدا. هذا كل ما تستطيع إيران أن تفعله. لكن البعض أيضا دكتور عماد يقول بأنها في العراق ومن خلال ضرب عين الأسد والمناطق الخضراء استطاعت أن تفرض معادلة، دعنا نقول، الردع والردع الآخر. لا، أستبعد هذا الكلام. ليس هناك ردع. أولا، حينما تشاء الولايات المتحدة الرد على أي من هذه الاعتداءات تقوم، وكان ذلك واضحا حينما قتل أحد المتعاملين مع القاعدة الأمريكية التي استهدفتها قوات حزب الله العراقية. قامت الطائرات الأمريكية وقصفت هذه القوات وقتلت 25 شخصا من بينها. هذه نقطة. النقطة الثانية، الولايات المتحدة تحاول بكل الطرق ألا تورط العراق وألا تحيي هذه النعرات الطائفية الداخلية في العراق، مع وجود رئيس وزراء عراقي جديد يحاول أن ينتزع العراق من بين أنياب إيران. ولذلك أي محاولة سافرة للتدخل من جهة الولايات المتحدة سوف تضعف موقف رئيس الوزراء العراقي. نعم، ابقى معي دكتور عماد. دكتور شاؤول، هذه المناورات هل يمكن لها أن تسرع من حل هذه الأزمة الخليجية بين قطر وجيرانها وأيضا مصر التي انضمت إلى الإمارات والسعودية، لا سيما أن هذه الأزمة يبدو أنها تتصاعد أكثر وأكثر رغم نصائح واشنطن ومبادرتها لحل هذه الأزمة؟ أولا، هذه المناورات تقام مرتين إلى ثلاث مرات في السنة، واليوم لديهم هي تقام من قبل الحرس الثوري. هذا الأمر أيضا حصل في شهر أيار، وهذه المناورات تتوافق مع الاستراتيجية الأمريكية الإيرانية. إذا كان الوضع في إيران وصل إلى وضع سيء جدا، يمكنهم أن يغلقوا مضيق هرمز مثل ما قاموا في هذه المناورات أو في عن طريق الصواريخ. ولماذا هذا الأمر مهم؟ من مضيق هرمز تمر الطاقة العالمية يوميا، وإذا قاموا بإغلاقها عن طريق السفن، ها الاقتصاد العالمي المتضرر الآن سوف يتضرر أكثر بسبب إيران. ولكن أريد أن أقول أيضا بما تحدثتم به بما يخص التقاط الصور للقواعد الأمريكية في قطر،
هم قاموا تواصلوا مع مع النشطاء الإيرانيين وقاموا بالتجسس على هذه الأمور. ربما التقطوا هذه الصور من جوجل أصلا أو من تطبيقات أخرى بين قوسين. الإيرانيين لم ينجحوا في استعمال هذه الأمور وهم أيضا ربما بحثوا عنه في جوجل. ونهاية إيران متورطة. إيران لا تمتلك هذه التكنولوجيا القادرة على التقاط صور لسواء يعني لمواقع حساسة أمريكية أو إسرائيلية. كان هناك اتهامات إسرائيلية لإيران. الآن حسب رأيي هذا الأمر غير مثبت. وأيضا في هذه المناورات عندما قالوا أننا سوف ندخل لمناطق استراتيجية الإيرانيين قاموا بنشر صور من جوجل إيرث. أصلا هناك نشطاء على الشبكات التواصل أثبتوا أن هذه الصور أي ولد يمكنه أن يصل إليها من جوجل. وهذه طريقة يحاول الإيرانيين عن طريقها أن ينشروا أنهم لديهم القوة. إذا ما عدنا إلى الأزمة الخليجية اليوم، قطر تستخدم الأجواء الإيرانية بسبب مقاطعة بعض الدول الخليجية لها. هل يمكن أن نرى موقفا خليجيا؟ هل يمكن أن نرى إن صح التعبير بوصلة خليجية موجهة تجاه إيران موحدة في المستقبل القريب؟ لا أعتقد أننا سوف نرى ذلك بسبب الأزمة مع قطر والسعودية. وهذه الأزمة عميقة جدا ولم تبدأ بسبب إيران ولكن بسبب مفهومين مختلفين لقطر ولدول الخليج. بسبب في سنة 96 عندما بدأوا القطريين باتجاه استقلال سياسي واقتصادي أو من عن الخليج، هم قاموا باستقلال قوتهم. قطر هي دولة فيها عدد قليل من السكان ولكن قطر تخاف من الدول العربية بسبب قوتها، ولذلك قطر حصلت على هذا الدعم الأمريكي التركي الإيراني ضد هذه الدول. نرحب معنا أيضا بالأستاذ هاني سليمان المختص في العلاقات الدولية. دكتور هاني أو أستاذ هاني أهلا بك. هذه المناورات تأتي أيضا في أوج أزمة كورونا في ظروف اقتصادية صعبة أيضا قاسية بسبب العقوبات تعاني منها إيران. كيف نفسر هذه المناورات التي تعتبر مكلفة جدا أيضا؟ يعني في ظني أن دايما إيران بتحاول استغلال وتوظيف الأحداث السياسية لتحقيق مآرب ذاتية، وخاصة في ظل هذه الظروف مثلها مثل تركيا وبعض الدول اللي هي بتحاول الاستفادة القصوى من الظروف وانشغال الدول العالم بمواجهة جائحة كورونا بشأن داخلي، فهي تحاول تمرير مثل هذه المخططات في هذا التوقيت. أثيوبيا أيضا استغلت الانشغال المصري ببعض الأمور الداخلية ومررت ملف سد النهضة وتضغط على مصر. تركيا تحاول استخدام نفس الأمر في ليبيا أو في المتوسط. وأيضا إيران اللي هي دولة إيديولوجية، كلهم يمكن دول لديها هوية إيديولوجية قائمة على تصدير الثورة ومحاولة يعني تستخدم مفردات الخليج الفارسي بين قوسين وليس الخليج العربي، ومعروف أهدافها في تصدير الثورة ومحاولة تضييق دول الخليج بما يحقق نفوذ وتوسيع النفوذ الإيراني والسيطرة على هذه المنطقة باعتبار أن هي جزء من الحلم الفارسي والدولة الفارسية. فبالتالي إيران لن تتراجع في محاولة بسط نفوذها واستغلال الأجواء في عمل مثل هذه المناورات، حتى وإن كان على حساب شعبها الذي يتضور جوعا، ويمكن رغم تردي الأوضاع المعيشية الفقر والبطالة وانهيار العملة الإيرانية يمكن لمستوى لم تشهده إيران منذ يمكن 79 في تاريخها، يمكن لم تشهد مثل هذا الانهيار في سنتين اللي هو يتم حذف 4 أصفار من العملة الإيرانية، وبالتالي أمر غير مسبوق في التاريخ، علاوة على زيادة الفساد واستئثار الحرس الثوري والمرشد الأعلى بمقدرات الأمور في الداخل. كل هذه الأمور وهي لا تعبأ بالمواطنين ومطالبهم المنطقية وموجات الاحتجاج، هي تضع عينها نصب عينها أمام هدف واحد وهو تصدير الثورة وتطويق دول الخليج واستغلال الظرف السياسي
لتحقيق نفوذها. ابقى معي لو سمحت. دكتور عماد، تحدثت عن أن هذه محاولات إيرانية قد تستبق الانتخابات الأمريكية، لكن إصرار واشنطن على تجديد قرار حظر الأسلحة على إيران ألا يزيد من فرص المواجهة بين الطرفين في المنطقة؟ ما يقول، هذه سياسة ثابتة للولايات المتحدة، والهدف الأساسي لها في الحقيقة هو تجنب الحرب، لأن الرئيس ترامب لا يريد حربا لا في الشرق الأوسط ولا في أي مكان آخر. هذه هي عقيدته السياسية إذا جاز التعبير. ولكن هناك حدود لصبر الولايات المتحدة. محاولات إيران استفزاز أمريكا هي محاولات أقل ما يقال فيها ساذجة، لأنه دولة بحجم الولايات المتحدة ومؤسساتها العسكرية تعلم جيدا كيف تختار معاد موعد المعركة التي تريدها ومكانها، ولا يمكن أن تنجر إلى مثل هذه الصغائر. ولكن كما قلت، الهدف الأساسي هو موجه للداخل، لأن إيران منذ أن تلقت صفقة اغتيال قاسم سليماني وهي تتلوى ألما بسبب ذلك. هذا كان رجلها الأقوى في الشرق الأوسط، ولم تستطع أن ترد بأي طريقة تقنع الشعب الإيراني أنه كان هناك انتقام أو شيء من هذا القبيل. مسألة المواجهة العسكرية أيضا، إيران تعلم لو شكت لحظة واحدة أن الولايات المتحدة يمكن أن توجه لها ضربة عسكرية لن تخدم على هذه الحماقات، لكن هي استغلال لفراغ سياسي واستغلال لوضع قائد في الولايات المتحدة، أو ثانيا يجعل من مسألة دخول الحرب أكثر صعوبة مما كانت عليه من قبل. وإن كنت لا أستبعد في لحظة ما أن يقدم الرئيس ترامب على ذلك، ربما لإنقاذ شعبيته في الولايات المتحدة. دكتور شاول، إذا أيضا هذه المناورات الضخمة تأتي بعد سلسلة تفجيرات غامضة في إيران نسبت إلى إسرائيل. أيضا رئيس الوزراء الإسرائيلي حمل إيران مسؤولية ما جرى خلال اليومين الماضيين على الحدود اللبنانية الإسرائيلية، وقال بأنه محاولة إيرانية للتموضع عسكريا في المنطقة وبالقرب من إسرائيل. هل يمكن في ظل جميع هذه المعطيات أن نرى تنسيقا إسرائيليا خليجيا في مواجهة هذه المحاولات الإيرانية والمناورات وتداعياتها أيضا؟ لدي ملحوظتين قصيرتين. في الخليج الفارسي الآن في الدول العربية هناك تغيير بين السيادة، الأمير الكويتي وأمير في أبو ظبي وأيضا الملك السعودي هم سوف ينهون وظيفتهم، وهذه الدول عليها أن تهتم بأمورها الخارجية قبل إيران. الأمر الآخر هو أن الجيش الجوي الأمريكي في الدوحة في قطر ضد إيران، والقطريين لن يستغلوا هذا الأمر. وبالنسبة لإسرائيل والخليج الفارسي، إسرائيل تعتقد أنه إذا لديها الكثير من اختلاف في الرأي مع هذه الدول منذ عدة سنوات. إسرائيل اتخذت على عاتقها أن تهتم وأن ترد على هذه الضربات في سوريا مثلا في الجولان، والسعودية أخذت على عاتقها أن تنسق أيضا التحركات في اليمن لكي يمنعوا أي تأسيس إيراني هناك ومع أمريكا. وبما يخص لبنان، نسمع أن هذه التحركات التي كانت على حدود إسرائيل لم تكن من حزب الله، ولكن حزب الله دفع لهؤلاء لكي يقوموا بهذه المناورات مع الحدود الإسرائيلية. إيران تدفع للمحاربين لكي يتحركوا في الشرق الأوسط، في العراق، في سوريا، في لبنان وفي اليمن، لكي يحاربوا حروبها هي، لكي لا تتورط هي في هذه الحروب. والآن إسرائيل ليست مستعدة لأن تتحمل هذا الأمر، وهي ترد على هذه الهجوم الإيراني. نعم. أستاذ هاني، كيف تعلق على من يقول بأن هناك علاقة بين خسارة إيران نفوذ لها في العراق بشكل ملحوظ وبين ضخامة وحجم الحجم الكبير لهذه المناورات في مضيق هرمز والخليج؟
يعني المواجهة في الفترة السابقة ما بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران كان بشكل أساسي في الساحة الخلفية والحديقة الخلفية هي العراق، على اعتبار أن الولايات المتحدة الأمريكية لها نفوذ منذ إسقاط نظام الراحل صدام حسين، وأيضا إيران تحاول أن تنازع في هذا النفوذ بعدما خرجت الولايات المتحدة الأمريكية، وكانت فرصة سامحة لإيران للتغول على أسس طائفية واستغلال هذا الأمر. في الفترة الأخيرة يمكن إيران تحاول الضغط بعد اغتيال سليماني من أجل إخراج الولايات المتحدة الأمريكية، وواشنطن أيضا تحاول الضغط على الحكومة والحكومات، مشروع الحكومات المتعاقبة اللي فشلت قبل وصول القزمي، وكان يمكن ده المحور الأساسي اللي كان بيشكل ضغط على الطرفين. وبالتالي الأمور الآن تحاول تغيير ساحة المواجهة على اعتبار الضربات اللي تعرضت لها واشنطن بشكل كبير في بغداد وفي بعض العواصم وايضا لبنان، فيها تحاول اللجوء الى تسريب هذا الضغط. اشكرك استاذ هاني سليمان المختص بالعلاقات الدوليه، كنت معنا عبر خدمه سكايب من القاهره. دكتور عماد عبد الهادي من واشنطن عبر خدمه سكايب المحلل السياسي، شكرا جزيلا لك. دكتور شاؤول يناي المختص بالشؤون الخليجيه، شكرا جزيلا لك. ومشاهدينا الكرام، الشكر موصول لكم على طيب المتابعه، ودمتم بامان الله، نلقاكم في حلقات اخرى من هذا المساء.